قالك معروفة في إقليم الداخلة، وهاد الحالة اللي قال لينا ما كانش على يده من الأولى، حتى لدابا عاد قال لي تفاجأت أنا في قالك المرة تتعطل الأقراص مشكلة هادي، وعطينا الحضانة. فاخ وبقى 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 ما عرف والو، تبع الحالة اللي قالك ما عرف والو، وتتفاجأ تتفاجأ بحكو ما عرف والو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا الأخ علي اللي معاق وما تينطقش من النطق، حتى النطق ديالو ما عندوش، جاي من إقليم أسافي وتيقلب على وليداتو. خويا علي اشرح لينا المشكل اللي عندك أخويا علي. غيري الصفمس، غيري الصفمس والناس الزنقة، ما يقواهم أقيمة. قال لك حاليا هو مسكين تينعس في الزنقه، هو تيقلب على الام ديال مرتو اللي عمي والد معاه جوج وليدات، كان حاليا كان في سماره ومن سماره جا لكازا. تعاود لينا كيفاش عملت عليها من الاول؟ عاود لينا من الاول قصه حياتك تو، كيفاش تلاقيتي مع السيده علي؟ ما هو كان مسير بعلق، كيفاش عرفتيها؟ دا وكا نقول بك الواقع ما ضريت فوق بياق بخز. نهار الاول تلاقى معاها امها، كنخطب لها بعد امها، ما بغاتهاش ولكن هي بغات على الاراده ديالها، هاد الشيء اللي بغات لهاد الوليد على الاراده ديالو، كتبقى معاه فقال عام شي ولدت مع الوليدات وهادي، وفي الاخر قالت كان هنا. شرح معايا اخويا. لا من غابة معايا بوالو كخخخخ معايا. قال لك هي كانت مع انه في الاولى كانت بخير وعلى خير، ولكن المشكل فين كان هنا والمشكل فين؟ قال لك فين ولدت مع الولاد تغير الحياة ديالو، هو كان يتاجر تيدير تجارة ما خصها خير، كاري ليها بخير وعلى خير، واكلين وليداتو وشاربين، ما خصهم حتى خير الحمد لله. واخا انت مدوي احتياجات خاصة كنت مقاتل. كان يقلب على راسو، كان يقلب على راسو. هاوي ربي كي خمس نقاب كي كي فككنا لا حالة إنسانية، زعما كاش نقول لكم الإخوان، حالة إنسانية تتبكي، أقسم بالله إلا أنت متبكي. هاد العائلة ديالو اللي كتشوف هاد السيد في هاد الفيديو، تحاول تواصل معاه وتنقدو من الزنقة الليالي هادي، وتيبات الزنقة ولا أي مسؤول شاف هاد الوليد يتفاعل معاه ويعتقو، ما يبقاش في الزنقة، يبات في الزنقة الليالي هادي، حنا في ديورنا ومغطيين وتيجينا البرد. وهاد الانسان ماشي شي واحد معاق اللي معاق نقي مسكين، حاله واحد الحاله تطريح ما والله العظيم ترتاح ليه. هادي اخ علي بك 2016 لدابا. اه. ما عنديش. دابا.
أي وطلق معه الناس في النيابة العامة ساعدوه وهو تيقولوا ماشي احنا هو اللي تيقول قال لك واحد وكيل الملك شدوه بالطوموبيل وساعدوه ودار مع الإجراءات وعطاه شي محامي خلص لي محامي مشي دار مع الإجراءات القانونية ولكن تيتفاجأ فين تيمشي دار الرعاية تيلقى وليداته حبسوه لكن هاد مسؤول رئيس الجمعية اللي تيشرف على الدار من الصواب كان يخلي هاد السيد يدخل يشوف وليداته مشي عيديهم يشوفوا ما خطرها بعويناته الإنسانية لكن لما الإنسانية إحنا المغاربة تكون في واحد العاطفة بعدا تكون واحد العاطفة باش يطلع على وليداته من خير منه ماشي هذاك هاد السيد يريح معاهم واحد نص ساعة هكاك ويمشي بحالو يديهم ما والو هاد السيد اللي بغى يديهم راه يدير إجراءات قانونية كاين وكيل العام باش يعطيه إذن باش يشوفو ولا باش يخرجهم باش بزاف د الحوايج باش هاد السيد ما يشوفش الوالدين ديالو تيكبر عادي يولي يقلب على الوالدين ديالو تيكبر عاد يولي يقلب على الوالده علاش حنا تنشوفوا هاد الوليدات متشردين في الزنقه لا اب لا ام شحال ديال الوليدات عنده جوج وليدات ياك الشباب وقي يا يا وقاقب قال لك السيدة ولا تقرقب ولا دي الأقراص هذه حالة شوف هذه الحالة اللي تيقول هو اللي تيت الله الله يعلم احنا ما شفناش هو اللي تيت أي واحد بلا تسمح لي شوف الله يرحم باك هذه الحالة تصنط لي هذه المسائل اللي قلتي دابا انت ربي احنا ما شفنا والو ربي قال لك تتقرقب قال لك عيب الله تشرب التانيد وهاد الحاله اللي قال لينا ما كانش قال لي انه من الاولى تلتا بعد قال لي تفاجات انا في ديك المره تتعطل الاقراص مشكله هادي وعطينا الحضانه السبب ديال الفراغ كيفاش قلت الفراغ ما عرف والو تبع الحاله اللي قالك ما عرف والو وتتفاجئ تتفاجئ بحكا ما عرف والو عيب الله دابا ما عرف هذا هو المشكل هاد السيد قالك ما تبلغ ما قوة